البيت بيتك ومطرحك. اتفضل. اتفضل. ان شاء الله يكون عجبك المطرح. حلو قوي الاستوديو ده. كوزي. لا يا اخويا عندي تلاجة. اصل بقى لعدة الشغل. شغل؟ ما هو بيتك ومطرحك. قول لي بقى، تحب تنام جوه ولا بره؟ لا 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 لا، بره بره. كويس. انما انا نسيت اسالك، هو انت بتشتغلي ايه؟ ايه؟ شاكرين قوي يا بيه، ربنا يقدرك على فعل الخير. هبقى اشوفك بعدين. سلام عليكم. ايه ده؟ تعالى تعالى هنا. انت رايح فين؟ اركب يا ولد. اركب يا ولد؟ لا مؤاخذة بيه، انا مش منهم. حتى اخش اسال جوه. انت هتركب ولا ارجعك السجن؟ لا اركب، بس من غير مؤاخذه افهم الاول. هتعمل لنا خدمه صغيره وتلهف عليها قرشين يا بني ادم. فهمت يا حيوان؟ بني ادم وحيوان مش موضوعنا. المهم الخدمه لمين؟ بعدين هتعرف. اركب اركب. بقول لك ايه، قبل ما يجي بقول اهو، اذا كان عندك كلمه عدله تقولها، ما عندكش تنقطني بسكتك. حاضر. حاضر ايه؟ اللي تشوفه سعيد. اهلا 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 يا صابر يا ابني. ايه ده؟ هو انتوا عايزين مني ايه؟ انا حلفت ومش هرجع الحلفان ابدا. حلفت؟ حلفت على ايه؟ حلفت اني ما احطش ايدي في ايدكم. لا مؤاخذه، كفايه اهانات، والبلد مليانه، الشركات دافيانه. ما احنا صلحنا الاهانه يا صابر يا ابني وخرجناك من السجن. انا بقى كرامتي ما تسمحش، وطز في الخمسه بقى اللي كنت هاخدهم منكم. انتوا كنتوا فاهمين انكم هتبقشوشوا عليا. انا كنت هرجع لكم الخمسه يا سكسه. سعيد سعيد، ايه السكسه دي؟ اسكت انت دلوقتي. يا صابر انا عايز اقول لك حاجه، يعني احنا عاوزينك في حاجه اكبر من كده بكتير. تعال تعال اتفضل اتفضل، اقعد استريح. صب له كاس يا جنرال. جنرال؟ جنرال وبتخدم؟ هم لو عسكري كان عملوا فيك ايه؟ اجري له هات لي كاس دبل وحته لحمه. ما تصغرليش كده. اهلا اهلا يا صابر، خد راحتك واعتبر نفسك في بيتك. بيتي؟ انتوا طردتوني من الشركه. يا ايه العباره من غير مؤاخذه؟ احنا قررنا ندي لك الشقه دي. باللي فيها؟ باللي فيها. خليها علينا. موافق. يا ايه الحكايه يا عمنا؟ انا في ذاتي ضربت. ما تجيبه من الاخر. ما تسالنيش انا، اسال سعيد بيه. اتفضل. اتفضل العشاء. بقول لك يا صبري بيه، اشرب واسمعني كويس قوي. صباح الخير يا زيز. ايه ده؟ انا فين؟ كنت بتخاطرب طول الليل يا حبة عيني. لا 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 لا، انا اكيد في كابوس. يا سوسو، لحقت تنسى سوسو؟ وانت منك لله. حق عليا اني لميتك. ايه لميتك دي؟ يعني ايه لميتك يعني؟ غصب
بقى ما قلت لك خلاص هصلح غلطتي. يعني ايه تصلح غلطتك؟ ها؟ ايه اقوم اروح فين؟ قوم طب ما انت جبان كده ما تقوم. اقوم فين يعني؟ قوم اكلك لقمه على الصبح واغذيك ما تقوم. يعني ايه تغذيك؟ قوم يا حلو يا ابني. لا لا قوم يا جميل. احترام واجب من فضلك. لا لا من فضلك اطلع يا واد يا جميل. ما اسمعش. لا احترام واجب من فضلك. من فضلك. اقعد يا قمر يا حلو. لا ما يصحش. اقعد. ايه ده؟ سلامه الشوف فول وفلاف. عندك نسكافيه؟ فسكة ايه؟ على كل حال انا مش هضايقك، يعني هو اومليت وكراسون كويس قوي. يا اخويا بطل النفخه كدبه دي وكل. كل النعمة تزول من وشك. اسمعي بقى اما اقول لك، انت تقومي معايا دلوقتي حالا نروح لجيهان تفهميها الموقف، انت فاهمة؟ دي لا رسم ولا كاس، ما انا عارفة بتحب فيها ايه؟ مالكيش دعوة، اتفضلي. وهتروح لها كده يا اخويا. عندك حق. طب وبعدين؟ هستقدرك خدمتين من الواد منح. طيب. قال قول لي يا زيزو، انت ما دكنتش كده قرشين من الزمن يعني، من ايام العز. 50,000 جنيه. يخرب بيتك. ايوه بس من غباوتي شلتهم في خزنتي اللي في الشقة. ولا يهمك يا اخوي، الله جاب الله خد الله عليه العوض. ولا يهمك، اديها طناش. اديها ايه؟ طناش. هقدم لك الساده مستشارين الشركه. احنا هنقدم المشيئه الاول ان شاء الله. زكي بيه المستشار المالي. مالي مالي وماله ومالنا كلنا باذن الله. عبد الرحمن بيه المستشار الهندسي. اهلا انا هندسه. الدكتور عبد ربه المستشار القانوني. لا بلاش القانون ده. يعني ايه بلاش دي؟ قانون ايه؟ قانون ايه؟ احنا عايزينها تسلك. هتسلك. هتسلك بالقانون. استلموني بيه. المستشار الفني بالشركة. طبعا صابر بيه الدكش المدير العام الجديد للشركة. حلو الكلام. لمة الحبايب ما بقاش فيه حد غايب. استعنى على الشعب الله الذي لا يغفل ولا ينام. بشويه كده شويه كده. انك ايه انك الله صلي على رسول الله. صابر بيه دلوقتي هيشرح لنا ايه خطته الجديده في العمل. اتفضل اتفضل يا صابر بيه. شكرا. حضرات المستشارين الاخوه والاخوات، هما كلمتين كتر الكلام خيبه والحركه بركه. احنا بصريح العباره جايين هنا عشان نسلك كل حاجه بالحداقه والمفهوميه عشان نقبض. مش جايين نتمنظر ونقعد على مكاتب ونطلع البتاع اللي زي المنبار. لا قاعده على قاعده راح النهار يا ساعده. انا المعلم. انتوا رجالتي. حاكم الابره اللي ليها خرمين ما تخيطش والمركب اللي ليها رئيسين ما بتوصلش. العمليه باينه باختصار زي الشمس. ابريق انكسر فاضل لنا بزبوزه. فاضل لنا ايه؟ بزبوزه. والقرش يلعب القرد اللي تكسبه العبه. والبضاعه اللي سوقها نايم نضيع سوقها بس ما نضيعش فلوسها. حاكم البهيمه العشر ما تنطحش. البلوة هتعوم، الحسن هتخص، وكله بالفكاكة. كل حاجة دلوقتي بالفكاكة. والسلام عليكم ورحمة الله. تصفيق حاد.